اتفق وفداء التفاوض الإسرائيلي واللبناني بملف ترسيم الحدود البحرية على إجراء جولة مفاوضات ثانية الشهر القادم. وأفاد رئيس الوفد اللبناني لمفاوضات الترسيم أن اللقاء اليوم يشكل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل على حد قوله. وأكد العميد الركن بسام ياسين أن المفاوضات ركزت على الجانب التقني وأنها كانت غير مباشرة. وأفادت الأنباء الواردة من بيروت أن الوفد اللبناني تحدث باللغة العربية وامتنع عن أي اتصال مباشر بأعضاء الوفد الإسرائيلي، وذلك خلال اللقاء الذي تم في مقر قوات اليونيفيل الأممية في بلدة الناقورة الحدودية. ويأمل لبنان أن تسهم مفاوضات ترسيم الحدود في الحصول على حصته من الغاز، ما سيمكن البلد من الخروج من أزمته الاقتصادية الحادة. اليوم نحن اليوم هنا لأن هناك مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وإن كانت في موضوع معين وهو حدود البحر، لكننا نعتبر ذلك خطوة نحو إيجاد حلول لمواضيع أخرى ومواصلة المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام حتى مع لبنان. في سياق متصل، أعلنت قيادتا حركة أمل وحزب الله رفضهما مشاركة شخصيات مدنية لبنانية في التفاوض. وبحسب بيان صادر عن حزب الله وحركة أمل، فإن مشاركة شخصيات مدنية لبنانية في التفاوض أمر يناقض اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، كما يخالف مضمون تفاهم نيسان ويمس بثوابت لبنان الوطنية كما جاء في البيان. من الحدود الشمالية في إسرائيل ينضم إلينا مراسلنا مروان عثمان. مرحبا بك مروان. إذن ما هي آخر التطورات في ملف ترسيم الحدود؟ وأيضا أطلعنا على محادثات هذه الجلسة الأولى. نعم أدهم، انتهت المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أممية وبإشراف من الأمم المتحدة وبرعاية من الولايات المتحدة. من الجدير بذكر أن الولايات المتحدة عملت على مدار عامين من أجل الوصول لهذه النقطة، وهي قضية اللقاء بين الجانبين، وحتى إن عن طريق غير مباشرة وبوساطة الأمم المتحدة، حيث لم تجرى محادثات مباشرة بين الجانبين كما أسلفت، وإنما كانت المحادثات بين الجانبين كل من طرفهم مع مندوبي الأمم المتحدة والجانب الأمريكي. تمت هذه الجلسة في داخل قاعدة الأمم المتحدة قوات حفظ السلام في جنوب لبنان في يونيفيل في قرية الناقورة الحدودية. أمطار قليلة من حيث نحن نتواجد. تم الاتفاق أدهم بين الطرفان على معاودة اللقاء في 28 من الشهر الجاري، على أن تجرى اللقاءات تباعا وبشكل دوري مرة في الأسبوعين. أدهم، من اللافت أن هذا اللقاء والذي شارك به 6 من الوفد الإسرائيلي، بينهم مدير عام وزارة الطاقة بالإضافة إلى رئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدد من طاقم وزارة الطاقة الإسرائيلية، قابلهم عدد من نظرائهم اللبنانيين. حظيت هذه الجلسة بتكتم كبير وبعدم الإفصاح عن أي من المعلومات التي دارت بين الجانبين. لربما هذا يشير إلى أن العلاقات أو أن المباحثات تجري بشكل مفصل لكن بشكل بطيء في هذا الصدد، وهو ما لا يريد الأمريكان لربما الإفصاح عن أي تفصيلة يمكنها أن تمس بهذه المفاوضات، وخاصة بحساسية الوضع من الجانب اللبناني، وبخاصة في ظل التصريحات التي كان قد أصدرها حزب الله. مروان، في هذا السياق لربما ما هو موقف الجانب الإسرائيلي؟ هل هناك تصريح الجانب اللبناني من تدهور الأمور وبالتالي كانت هنالك توضيحات في أكثر من مناسبة وقبل الخوض في اللقاء بشكل مباشر بأن هذا اللقاء لن يفضي لأي مروان لربما في الجانب الإسرائيلي، وإنما هي علاقات حول مستقبل ترسيم الحدود الاقتصادية والمائية والحدود بين الجانبين، ولن تتوصل لاتفاقية سلام فيما بعد. مروان، يعني إن كنت تسمعني جيدا أكرر السؤال، ما هو موقف الجانب الإسرائيلي بعد المحادثات؟ هل هناك يعني من بيانات، علما أن هناك مصدر إسرائيلي أعرب عن خشيته من أن يقوم حزب الله يعني بالتأثير على مسار
اثر هذه المفاوضات؟ اذا هناك خلل تقني مع مراسلنا مروان عثامني المتواجد في الحدود الشماليه الاسرائيليه مع لبنان. اشكرك جزيل الشكر ونكتفي بهذا. اشكرك مروان.